السلام عليكم. اليوم عندنا صورة جديدة تاع ملعب تيزي وزو. وش الملاحظ هو زوج حوايج مهمين جدا. الملاحظة الأولى هو أنه عملية وضع التربة المخصبة في الملعب في أرضية الميدان انتهت. والملاحظة الثانية أنه عملية وضع العازل المائي فوق المدرجات انتهت كذلك. معناه أنه كل العقبات اللي عرفناها في السنوات الأخيرة قد أصبحت من الماضي. هناك نقطة لازم الإنسان يتأكد منها هو أنه ما لبناش إذا قضية الأعشاب الضارة هذه اللي كانت تراكمت على مدة 3 أو 4 سنوات قد تم الانتهاء منها والقضاء عليها. في أرضية الميدان إذا كانت الأعشاب الضارة هذيك بقات بعض يعني القليل جدا قد يؤثر على نوعية العشب الطبيعي الهجين اللي راح يجي من بعد. وكذلك بالنسبة للمدرجات إذا هذيك اللاموس وكل الشوائب اللي كانت فوق الخرسانة نتاع المدرجات إلى لم يقضى عليها نهائيا يعني النيتواياج ان طري طري بون نيتواياج لا ما كانش لو نيتواياج يعني نت النيتواياج كاش العازل هذاك ما راحش يعني يتفيكسا بصفة جيدة ويتبقى مشاكل تاع صيانة في المستقبل. إذا كانت هذه الزوج عمليات اندارت يعني افيك تري بون بريباراسيون نيتواياج امبيكابل نتاع لو تيران ونيتواياج امبيكابل نتاع لي غرادان ملي بارازيت يعني العمليات اللي تجي من بعد عملية وضع الكراسي والعملية وضع العشب ستمر بسهولة أولا ثم ستعطي يعني نتائج جيدة جدا إذا كان فيه النيتواياج هذا اللي تكلمنا عليه. إذا إن شاء الله تكون العملية دارت في دون لي نورم افيك لو ريسبي توتال نتاع لي طرافاي دو بريباراسيون وإن شاء الله النتيجة تكون في المواعيد. والسلام عليكم.